عادة الأهل يلي بيخافوا على أولادهم بيعلمون وبيقضوا وقت معهم وبيحمون بطرق معقولة، عكس والد براء ملحم يلي من كتر خوفه عليها زربها بالحمام لمدة 9 سنين مع حريم شفرة وراديو. منتابع هالصورة. هالبنت عثرت عليها الشرطة من حوالي 3 أسابيع وهيدي هي صورتها. البداية رح تكون مع رولا كعدة. بيير شي بيحزن اكيد، بس انا بدي اقول شغله انه في ناس بتموت وبتعيش ليصير عندهم ولد، يعني حتى هيك، وناس الله ناعم عليهم باولاد، يعني عم بيعمل هيدي جريمه، يعني ما بعرف اذا الواحد في يحكي غير انه هي جريمه، يعني ولازم يتعاقب عليها بيا مثل ما هي بتقول انه هي كانت، هي قالت انا بدي عقاب بي مثل ما انا صار لي 9 سنين مزروبه بالحمام، مثل ما انا تعذبت بدي عقاب بي نفس الشيء. يعني شو السبب جورج ليش ضربها؟ هو بين بخاف عليها وبين شوي بده يستعبدها بين هلالين، يعني لانه ضربها بمطرح ما بده حدا يشوفها، حطت لها راديو وحتى اعطيها شفره مرتين الا اذا بدك تقتلي حالك فيها، وبيضهرها بس بالليل تتعزل له البيت وبعدين بيرجع بيضربها بالحمام بقيه الوقت. على 9 سنين؟ وحتى عيلته الثانيه، يعني هو مجوز غير كمان غير بغير بيت، عيلته الثانيه مش ضربهم بالحمام بس ضربهم بالبيت، يعني حتى عيلته الثانيه مقفل عليه والباب بس يفل. يعني شوي غريب الاطوار وما بفهم خلفياته وابعاده ليه عم يعمل هيك، بس مريض عقليا. هذا مش شوي غريب الاطوار، يعني انا بفتكر كومبليتلي غريب لانه هيك هيك شيء. بركي اذا ضربوه بالحبس بينبسط لانه انه بلاقيها نورمال بالنسبه لرولا منصور. انا برايي اللي هو بينلام اكيد، بس هو مريض عقليا مثل ما نقول، بس انا كثير بلوم المحيط يلي يمكن معه خبر. مش معقول ما يكون حدا معه خبر هالبنت المزروبه 9 سنين وساكت، هذا مجرم قد البي. وانا بعرف انه ما في قانون بيجبر، يمكن انه المجتمع يساعد، بس اخلاقيا ننطر انه يصير في قانون يجبرنا نفسد. إيه لانه بس رولا هون هيدا القانون انه من وراء الدكتاتوريات السابقه اللي فرضت قوانين مشان العالم تفسد على جيرانها لاسباب عرقيه او سياسيه او لمدري شو، صارت الديمقراطيات ما كثير بتحب تعمل قوانين باللبناني اسمه قوانين تفسيد. بس هيدي ما بده، هيدا شيء انساني، ما بده طبيعي، طبيعي ما بده يكون في قانون، يعني هيدا الشيء لازم يكون طبيعي. واحد مين بده يعرف انه ضربها بالحمام؟ يعني اذا ما شايف انه الجيران، اذا حدا عارف هالتسع سنين ما حدا عارف، انتبه اذا حدا عارف بصير اسمه شريك، بس اذا حدا شاكك او سمع اخبار او هيدا يروح يخبر، ما راح يروح يخبر. خذت بيلي تعليقك على، يعني ما بعرف هيدا الشخص، ما بعرف شو باي صفه بحطوه انسان مش انسان، بس هيدا دفنتي لازم يتعاقب بقساوه وعلى علن تيكون عبره لغيره. راشد بحصلي، مش بس زلمه مريض، الهيئه مش بس بالشرق عنا، في بالغرب، بالنمسا في واحد اخذ بنته وحطها بالابو 20 سنه وكان يستعملها لحاجاته الجنسيه. هذه ما الناس حاجه، جابت اولاد منه وجابت اولاد وفي له فضيحه طويله عريضه، يعني بقى في اهل 20 سنه كتبت في عندك اهل غلطان اسمها ناتاشا كامبوش. نو نو نو، هيدا انت القصه عم تحكي عنها صار هلا في كتاب اسمه كلوستريا بيحكي عن هيدي القصة. انت بتعرفي العائلة يعني؟ لا بس قريته للكتاب. كيسة حجر. يعني ما بعرف شو بينزاد، يعني بس انه لانه القصه مش اول مره بنسمع، يعني في صار في حالات ثانيه بنقول الله ينجينا، يعني انه بس فعلا اذا في اشخاص بتعرف بناس معذبين بهالطريقه لازم ينحكى بلا ما يكون مثل ما قلنا. لا والا بصير نون اسيستانس ا بيرسون ان دانجي. او بصير نعم، وبصير بدنا مترجم بالبرنامج. ايه فينا نترجمه.